دلوقتي هنتكلم على formation of intervertebral foramen and how spinal nerves exit from the spinal cord. أنا كده باصص superior view على one of the vertebrae. اللي بشاور عليها ديت هي ال body وده كده in neural arch اللي هو formed by pedicle and lamina on each side. يبقى ده كده كله على بعضه اسمه نيورال ارش بيعمل باوندنج اللي انا حاطط فيها الفورسبس ديت اسمها فيرتبرال فورمين طب عايزين بقى نعمل سميشن للفيرتبرال فورمنا ديت هيبقى المنظر عندي عامل ازاي كده اهو بالظبط ادي فيرتبرال فورمين مع اللي تحتها مع اللي تحتها عمل لي حاجه اسمها فيرتبرال كانال اللي هي قاعد فيها السباينال كورد طب ازاي بقى السباينال نيفس بتاكزت من السباينال كورد تعال نبص كده سايد فيو كل فيرتبرا هبص كده على الحته بتاعت البودي فيها من فوق حاجه اسمها سوبيريور vertebral نوتش نوتش يعني حفره صغيره يقابلها من تحت شويه حاجه اسمها inferior vertebral notch بتاع vertebra بلوئت يبقى سوبير انفيرو نوتش مع السوبير فيرتيبال نوتش الاتنين مع بعض كونوا لي حاجه اسمها انتر فيرتيبال فورمن الانتر فيرتيبال فورمن ديت هي اللي بيخرج منها كده On اون ايتش سايد السباينال nerves من السباينال كورد